صاير شباب بكالوريوس. فعقبال كده ان شاء الله هقول لك ازاي تجاوب سؤال الديزاين زي ما الدكتوره شاهيناز عايزه بالظبط. الدكتوره شاهيناز دلوقتي بقى بتجيب السؤال الديزاين بالطريقه دي، يقول لك مثلا ميسنج ابر رايت اند رايت اند ليفت 6 7 8. طيب المطلوب مني في الحاله دي رقم 1 ارسم الحاله دي، رقم 1، رقم 2 اصنف الحاله دي، رقم 3 اقول لها ايه المشاكل بتاع الحاله، ورقم 4 اقول لها ازاي احل المشاكل دي، ورقم 5 هتقولي انت هتعمل ايه وليه وازاي. علشان اكتب كل الكلام ده في وقت الامتحان الضيق انا محتاج وقت في وقت الامتحان 3 4 مرات. طب انا هتصرف ازاي؟ لازم اكون وانا داخل عشان احل سؤال الديزاين انا عارف انا هعمل ايه وانا هكتب ايه بالظبط. اول ما همسك الورقه بتاعتي واشوف السؤال بالطريقه ديتي، رقم 1 هرسم له رسمه، مفيش مشاكل خالص في الرسومات. الدكتوره قالت ارسم رسمه اللي انت عايزها، ما انا هقول لك طريقه ابسط طريقه ترسم بيها الرسمه بتاعتك. خط افق مثلا وليكن مثلا 6 سم، نصه 3 سم، اطلع لي بالميد لاين اهو في سيدي، وبعد كده خط افق يمين وخط افق شمال، خط اسف عمود يمين وشمال، وصل الاثنين مين؟ وصل الاثنين ببعض. طيب هقول لها ان ده الجنب الرايت وده الجنب الليفت. بقى عندي دور الرسمه بتاعتي، السنترال بترسم ازاي؟ بترسم اهو، واللاترال اهو، والقمين من حد الاخر تمانيات، تمانيه تمانيه تاني تمانيات، اوصل ده كده، اوصل ده كده وكده، اصبح ده عندي مين؟ الجنب الليفت عندي اترسم. طيب بالنسبه للجنب الرايت نفس النظام بالظبط، ادي السنترال، ادي اللاترال، ادي القمين، ادي الفور، ادي الفايف، ونفس التوصيل ادي الرسمه بتاعتي بسيطه جدا. طيب تاني حاجه هقول ده بلس 1 كندي. بعد كده انا الديزاين بتاعي بتاع البارشل لازم يشمل فيه خمس حاجات، لازم يكون عندي سبورت، لازم يكون عندي ريتنشن، لازم يكون عندي بريسنج استابلايزيشن، ثم عندي مين الكونكشن بتاعي. رقم 1 انا هتكلم عن السبورت. يعني ايه كلمه سبورت؟ انا ما هكتبهاش الكلام ده في ورقه، انا الكلام ده للشرح بس، انا هقول لك ازاي تنظم الورقه دلوقتي. سبورت يعني ريزيستنت تو شورد موفمنت. طيب باخده منين؟ من ثلاث حاجات، باخده من الريستات، باخده من الدنتشر بيز، ورقم ثلاثه لو كانت الحاله ابر باخده من المجزري ميجر كونكتور. وهنا سؤال ام سي كيو يقول لك والله في ان انا عندي مثلا في المانديبولر ميجر كونكتور باخد منه سبورت، اقول له لا طبعا، لان يعني المانديبولر ميجر كونكتور بعمل تحتيه مين؟ تحتيه ريليف. طيب حاله زي دي فري اند سادل، الريست بحطه فين؟ بالتاكيد لسه بحطه في الفرز زون عندي. يبقى ادي الريست بتاعي، هرسم ريست هودي، وقلنا حاول ان انت تتجنب ترسم بالرصاص وتحط الديزاين بتاعك بالجاف عشان الديزاين يبان. ادي الريست هودي، فعلى الفايف يمين والفايف شمال. جميل. الريست بالطريقه دي كويس جدا، ولكن هيعمل لك بتوين الفايف والفور حاجه اسمها ويدجنج افكت. هيحاول ان هو يفصل الاثنين عن بعض، فبحط ريستات ثانيه على الديستا سيرفيس بتاع مين؟ بتاع الفور. يبقى هنا دبل ريست يمين ودبل ريست شمال، وانزل من الاثنين ماينر كونكتور عندي، والماينر كونكتور خليه نازل كده، وانزل من الاثنين مين؟ ماينر كونكتور عندي. طيب ده بالنسبه مين؟ للريست. طيب فالسبورت هناجل الدنتشر بيز والمجزره دنتشر ناخدهم في الريتنشن دلوقتي. لما اجي اتكلم عن الريتنشن اقول لك والله ان هي ريزيستنت تو توش اوي موفمنت. باخد الريتنشن عندي في ريتنشن دايركت وعندي في ريتنشن اندايركت. الدايركت باخدها من مين؟ باخد ريتنشن دايركت من الكلاسبات. طيب الحاله دي فري اند سادل، فري اند سادل الكلاسب الانديكيتد رقم 1 في حاله الفري اند سادل مين؟ الار بي اي. يعني اي يعني ريست، ار يعني ريست بتتحط في الفار زون، البي يعني بروكسيمال بليت، والاي اللي هو مين؟ الاي بار ريتنتيف. طيب هعمل ازاي؟ هاجي ارسم الدنتشر بيز بتاعتي يمين والدنتشر بيز تحت شمال. هاجي مطلع من الدنتشر بيز اي بار اهو يمين وشمال، وبعد كده هاجي من الديستال سيرفيس هعمل البروكسيمال بليت بتاعي واخليه يعدي في الديستو لينجوال لاين انجل عشان يعمل مين؟ عشان يديني حاجه اسمها ريسبروكيشن، نالفاينج الايفكت عندي،
اللي دلت في ارم الاي بار بيعمل قوه داخله لجوه وده يقاوم القوه ديت. حاجه اسمها ريسبروكيشن مالفاينج الايفكت بتاع الدلت في ارم. كذلك نفس النظام هنا عندي. خلينا نعمل البروكسيمال بليت بالقلم الاحمر عشان يبان عندي في الرسم. وهوصل البروكسيمال بليت مع الدنتشر بيز عندي مين؟ بماينور كونكتور بتاعي. طيب كده خلصت مين؟ الدايركت تنشن عن طريق الكلاس بار عندي. بعد كده هقول له هرسم له رسمه، اقول له كل بات على رسمه، الار بي اي، الار ده الريست، البي ده البروكسيمال بليت، الاي ده الاي بار. لازم ارسم لها هكتب لها كل البيانات على الرسمه بتاعتي. طيب بعد كده بالنسبه ده الدنتشر بيس بتاعتي، الدنتشر بيس في حاله الفري اند سادل ايه؟ كومبايند ولا ميتاليك؟ لا كومبايند عشان فور فيوتشر لايننج. اقول لها دي والله كومبايند دنتشر بيس فور فيوتشر لايننج. كذلك الامر هنا بالظبط عندي. جميل جدا. باقي معايا بعد كده رقم دخل ده الدايركت ريتنشن. طب بالنسبه عندي للاندايركت ريتنشن يعني ايه مصطلح الاندايركت ريتنشن؟ الاول خلينا نيجي على المين ريستس عندي واخد منهم حاجه اسمها الفاركلم لاين، محور الارتكاز. وارسمنا كده ولا ده الفاركلم لاين، ده محور الارتكاز بتاعي. يعني ايه كلمه اندايركت ريتنشن؟ لو انا عندي التاب ده كده، التاب ده لو عندي كده في عندي كل الجزء ده من التاب بره الترابيزه، الخط ده من الترابيزه بسميه محور الارتكاز بتاعي، في حوالي سنتي من التاب على الترابيزه. طيب طب لو انا خليت السنتي ده خليته 2 او 3 او 4 او كده، كل ما مقدار الجزء من التاب اللي محمل على الترابيزه يزيد كل ما الريتنشن بتاع التاب احاول ارفعه مش هيترفع معايا. ده مين؟ ده حاجه اسمها الاندايركت ريتنشن. الاندايركت ريتنشن بمعنى اصح اي ريست زياده او اي جزء من الدنتشر بتاعي مين واقع في الاتجاه مين او قدام مين؟ قدام الفاركلم لاين بتاعي. طيب يبقى انا عندي هنا دي خط عمودي، هرسم خط عمودي على الفاركلم لاين غالبا هيبقى جاي مين؟ جاي عندي من السنجلم، وده اللي هعمل مين؟ هعمل ريست مين؟ سنجلم ريست على مين؟ على القناين بتاعي. بعد كده ابدا اوصل الحاجات بتاعت اللي انا عندي، هوصل الماينر كونكتور ده بتاع سنجلم ريست مع ماينر كونكتور بتاع ده، والسنجل هنا اوصل ده بهنا دي، باجي موصل مين الدنتشر بيز ببعضيها. طلع معايا في الاخر هو ده المجزلي ميجر كونكتور بتاعي. واقول لها ده والله مجزلي ميجر كونكتور نوع ايه؟ غالبا بلاتال بليت. ولو اتزنقت هي قالت لك في المحاضره لو ازاي تحط ميدل مين؟ ميدل بلاتال استلام. نفس النظام عندي، اقول لها ده والله مين كناين ريست او سنجرام مين او سنجرام ريست عندي. اللي انا هكتب على رسمه سيبك من كل الكلام اللي تحت، ده كده الرسمه بتاعتي. لازم تكون كده، كل البيانات محطوطه عليها، كتبت الرسمه بتاعتي ورسمت الرسمه بتاعتي، اروح احل بقيه الامتحان وارجع علشان اكمل بقيه الحاجات النظريه. طب فاض معايا وقت ايه بقى الحاجات النظريه اللي انا هكملها؟ هقول لها رقم واحد، انا قلت الكلاس كلاس 1، بعد كده هقول لها رقم كلاس ما ماشي، واحد كلاس 1، رقم 2 ايه البروبلم بتاع الحاله زي دي؟ اقول لها 3 بروبلم. رقم واحد في البروبلم ان الحاله دي ما فيهاش ليك اوف بوستيرور اباتمنت ولذلك ليك اوف بوستيرور سبورت اند تنشن. رقم اثنين الحاله دي هيحصل فيها تورك اون الاباتمنت تيس. رقم ثلاثه الحاله دي كومبايند توش مين؟ كومبايند توش توش سبورت، ده البروبلم. رقم ثلاثه هاو تو سولف البروبلم في عجاله بسيطه. رقم واحد ريدكشن اوف اللود. رقم اثنين وايد ديستريبيوشن اوف اللود بتوين الاباتمنت اند مين؟ اند ريج. رقم ثلاثه رقم 2 ديستريبيوشن اوف لود بتوع الاطمنتيس. رقم 3 وايد ديستريبيوشن اوف لود. رقم 4 قال لك مين؟ ان انا اجيب احط مين؟ بليسمنت اوف بستور اباتمنت زي مثلا احط امبلانت او حاجه، ده هاو تو سولف البروبلم. رقم 4 هنعمل ايه؟ هنعمل الجدول بتاعنا اللطيف اللي هو هحط اقول لها البروبرتي وهاو تو اتشيف او البرنسبل وهاو تو ازاي احققه. هقول له اول حاجه والله انا عندي السبورت. يعني ايه كلمه سبورت؟ يعني الريزيستنس تو تيشو وورد موفمنت، ولازم اكتبها لها.
لو ما خدهاش هنقص. طب احقق السبورت ازاي؟ بحاله ابر. والله انا حققته عن طريق الريست، رقم 2 حققته عن طريق الماكسيمال لوجيك كونكتور، رقم 3 انا حققته عن طريق مين؟ حققته عن طريق الدنتشر بيز. هقول لك في الدنتشر بيز عملتها كومبايند فوتشر لايننج، الماكسيمال لوجيك كونكتور عملته بقى ثلاث بليت، على الرغم ان انا كاتب كل البيانات دي على الرسم، بس انت لازم تكتبها لي تاني. الريست اقول له والله المين ريستس على مين؟ المين ريستس على مين عندي؟ على مثلا ايه؟ على يمين وشمال الفايف يمين وشمال عندي. ده بالنسبه للسبورت. في الخانه اللي بعديها الريتينشن، وابدا اعرف الريتينشن ان هي ريزيستنت تو بوش اواي موفمنت. احققها ازاي؟ اقول له والله رقم واحد عندي دايركت عن طريق مين؟ عن طريق الكلاس اللي هو الار بي اي. رقم 2 احققها اندايركت عن طريق مين؟ اندايركت عن طريق السنجل ريست على القناين، ده رقم واحد. واني بارت من الماكسيلري ميجر كونكتور واقع مين قدام مين؟ او في الجانب الاخر مين؟ من الفاركال لاين عندي. رقم 3 البريسنج والاستابيليتي، هتعرفهم التاريخ موجود عندك في الورق، وهتكتب الحاجات اللي موجوده في الجدول ودي حاجات محفوظه. رقم مين؟ رقم 5 الريسبروكيشن عندي، تقول لي معناش كلمه الريسبروكيشن، وهنا انا حققت الريسبروكيشن من ايه؟ عن طريق ان الجزء من البروكسيمال بليت اللي معدي ب 1 مللي من الديستو، الديستو رينج لاين انجل. لو ده الاي بار، لو وديت خط على استقامته كده هو اتجاه القوه اللي طالعه منه كده، فبالتالي الريسبروكال تيب دي هي اللي بتقاوم مين؟ هي بتقاوم عندي الريسبروكال تيب. بعد كده دي الكونكشن، هتقول لي ماكسيلري ميجر، هتقول لي الميجر كونكتور والماينور كونكتور. الماينور كونكتور ثلاث اربع جمل محفوظين موجود عندك في الورق، والميجر كونكتور اللي حاطط مين؟ حاطط عندي بلاتل بريت. جزاكم الله خيرا، واسف لو كنت في عجاله بسيطه، بس عشان ايه؟ نحاول نلم الحاله كلها يعني بالتفصيل.